برضه ما يا عم لحظة بس انت احنا انا قاعد اهو لما انت مش عايز تاكل معايا حضرتك اتفضل احكي لي اللي حصل انت مصاب حضرتك والبلطجيه بتعدي اتفضل احكي حضرتك انا كنت واقف ساعه الواقعه يا فندم كنت واقف على البواله بتاعت طلعت حرب طلعوا علينا ميكروباص من البلطجيه بالسنج والسيوف وحضرتك صابوا خمسه مننا واعتدوا علينا واحنا واقفين عند البوابه بتاعت طلعت حرب بمشرط ماسك مشرط خليك اتفضل ماسك مشرط حضرتك كام خمسه والمتظاهرين طبعا جري وراهم فطلعوا عماره مهجوره فحضرتك جابوهم وسابوهم وجابوهم وسلموهم هنا عند البوابه هنا شكرا يا عم جاي لك والله جاي لك انا قاعد اهو جاي لك بس بعدين يا ريت يا جدعان